تعالوا بقى نروح ونتعرف على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بشكل عام بفروعه المختلفة ورياضاته المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم المتواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. النهاردة أخبارنا كلها متعلقة بالألعاب الأخرى، وخلونا في البداية نبدأ بالووتر بولو. طبعا بضم صوتي لصوتكم يا كريم ويا نهواند وبهنئ طبعا فريق الووتر بولو 2003 بعد تتويجه ببطولة الجمهورية. عملوا طبعا مباراة كبيرة جدا امبارح، قدروا يفوزوا على الصيد في المباراة النهائية بنتيجة 15-5. المباراة كانت بتقام هنا مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وكالعادة يعني كانوا مسيطرين على مجريات المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها. كمان طبعا حصل على أفضل مدرب للمرحلة كابتن النادي الأهلي كابتن وليد وصفي، وأفضل لاعب في البطولة طبعا لاعب النادي الأهلي اللاعب كريم أبو داود. يعني ببارك لهم، وهو ده النادي الأهلي دايما بيلعب على البطولات وكمان الألقاب، وبتمنى لهم طبعا مزيد من النجاح والتألق. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة النهاردة يكون عندهم مباراة مع مصر للتأمين ضمن المنافسات بقى الجولة العاشرة من بطولة دوري السوبر. يعني هم عاملين بطولة كبيرة جدا حتى الآن، فازوا في جميع المباريات، متصدرين جدول الترتيب الحقيقة، كمان بيفوزوا بفرق سكور، محققين سلسلة من الانتصارات. إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة النهاردة ويكملوا في سلسلة الانتصارات. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة الطايرة، ورجال كرة الطايرة رجال الماسترز بيواصلوا تدريباتهم، هيكون عندهم تدريب النهاردة وبكرة إن شاء الله، بعد كده بقى هيدخلوا في معسكر مغلق استعدادا للمباراتين المتبقيتين من سامي فاينلز بطولة الدوري. هيكون عندهم يوم الأربعاء مباراة مع فريق طلائع الجيش، والخميس المباراة الأخيرة في هذا الدور هتكون أمام الزمالك الساعة 8 مساء. يعني طبعا بيستعدوا بشكل قوي جدا، بنتمنى لهم كل التوفيق. رجال الماسترز حتى الآن محققين العلامة الكاملة الحقيقة، ماشيين بخطة ثابتة جدا زي ما عودونا دايما، إن شاء الله بقى كمان يفوزوا في مباراة الأربع والخميس. واستكمال الحديث عن كرة الطايرة، خلونا بقى نروح لفتيات ذهب سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي. هم أيضا بيواصلوا تدريباتهم واستعداداتهم للمرحلة القادمة، يعني طبعا بعد تتويجهم ببطولة كأس السوبر المصري كانوا واخدين فترة من الراحة، استأنفوا تدريباتهم. يمكن كمان كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني للفريق بدأ يرفع المعدل البدني للفريق، بيستعدوا بقى بقوة لاستئناف بطولة الدوري وكمان كأس مصر، مركزين جدا. طبعا زي ما احنا عارفين ان الدوري السنه دي مشتعل بين الفرق، كل الفرق خلاص بقت بتستعد بشكل قوي جدا للمباريات، لكن طبعا فتيات الذهب عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله بقى يعملوا موسم استثنائي ويتوجوا بجميع البطولات. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى خلونا نقول لكم انشطه اللجان، الحقيقه ان هم عاملين دايما وبيعملوا ايفنتس بتكون مفيده جدا لجميع الاعضاء. لجنه الشباب بالتعاون مع اللجنه العليا للجان طبعا والاداره التنفيذيه بتعلن عن اقامه ماراثون جري، هيكون يوم الجمعه القادم 3 فبراير بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. هيكون بقى طبعا الحقيقه مميز زي ما عودونا دايما، هيبدا الساعه 2 الظهر، لكن طبعا لازم يكون العمر الاعمار المشاركه فوق 12 سنه. يعني هيكون يوم مميز جدا ويوم بقى مليان بالنشاط والطاقة الإيجابية، فكل الأعضاء تقدروا تشاركوا في هذا اليوم. ده فيما يخص أنشطة اللجان. كمان بقى يا كريم يا نهواند، خلوني زي ما عودناكم دايما ننقل لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الأعضاء بالفعل متواجدين منذ الصباح الباكر، درجة الحرارة دلوقتي 17، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي، يعني تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يعني يا كريم يا نهواند، دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي النهاردة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. عزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية المتميزة، شكرا جدا هنا على التغطية أكيد الكافية كمان خلينا نقول.